الفرق بين الستايل الفلامينكو والستايل الكلاسيك. انت عزفت يا بتاع البيانول وجعت دماغنا. اهلا بيكم. من مشاهدتي لفيديوهات ناس كتيرة منكم بتعزف، ابتديت الاحظ حاجة لفتت نظري ومحتاجة اتكلم عنها شوية. الجيتار الفلامينكو والجيتار الكلاسيك، هما الاتنين شبه بعض. وعلى فكرة انت ممكن تعزف ستايل فلامينكو على جيتار كلاسيك وتعزف ستايل كلاسيك على جيتار فلامينكو، مش هيقولوا لا يعني. ولكن الستايل بتاع ايدك اليمين والشمال هو اللي بيختلف، ووضع الجيتار بيختلف. ازاي؟ هبدأ بالفلامينكو. الفلامينكو عندي حاجة أساسية بتبقى موجودة في طريقة عزفي بالإيد اليمين، اللي هي إن أنا بسند الوتر السادس، بسند عليه بالصباع الإبهام بتاعي، يعني صباع الإبهام بتاعي ساند على الوتر السادس طول ما أنا بعزف على الأوتار بتاعتي. وغالبا العزف بيبقى بالصباعين الاتنين، الأي والإم، الأي والإم، الإندكس والميدل. في طريقتين لعزف الوتر نفسه، واحد بيسموها أبوياندو. أبوياندو إن أنا بعزف الوتر واركز على اللي بعده، بعزف الوتر واركز على اللي بعده، فتلاقي الصوت طالع جامد شويه. يعني انا بعزفه بالضفر، طرطفه الضفر مثلا، التدويره بتاعته وحته من اللحم كمان، والصباع بيبقى شبه مستقيم. شايف صباعي مستقيم ازاي؟ بحفر الوتر، بحفر الوتر. فالابوياندو ان انا بركز على الوتر اللي فوقيه. ابوياندو. في حاجة تانية بقى اسمها تيراندو، تيراندو انا بنقر الوتر. فتبقى ايدي شبه مستديرة، ممكن ابقى ساند لسه برضو. صوتها بيبقى احن شوية، بيبقى اسرع شوية، بيبقى نقرتها اخف شوية، فانت احساسين، واحد بالقوة مدفع رشاش يعني، والتاني حاجة ارق شوية. ايدي على الجيتار حتى وانا ساند صباعي الابهام على الوتر السادس بتبقى بزاوية، يعني بزاوية جاية كده، مش رأسي على الاوتار كده. اديك سامع الحك بتاع مثلا الضوافري على الاوتار مخليها مش مظبوطة، انما دوت التدويرة بتاعت صباع الضفر بتاع الصباع نفسه بتبقى بتحلك انك انت تعزف على الوتر وتسيبه تمشي، ما تعلقش معاه يعني. فبتعزفه بالمنظر دوت كده، وزي ما احنا اتفقنا انك انت محتاج انك انت بتسند بالوتر السادس وبتلعب الستايلين اللي هما الابوياندو والتيراندو بالصباعين الاي والام. لو لعبت كمان، لو في مقطوعات فلامينكو شفتها بتعزف كمان بالاي، مفيش مشكله. واحنا كمان بنعمل الراس جيادو، لو خدته لو خدت بالك من حلقه الراس جيادو، ساعات بنستعمل الصباع الصغير كمان في راس جيادو، في راس جيادو الخماسي 1 2 3 4 5. ف يعني الاستعمال اليد اليمنى هيختلف جذريا عن من الفلامينكو للكلاسيك. ليه بقى؟ كمان هنقول الوضع كمان بتاع الجيتار. انا شايف الجيتار دلوقتي الفلامينكو افقي، راجل حاطه على رجله وايده مسنوده كده وخلاص بقى عمال يعزف بقى. الوضع الكلاسيك ده بقى الاختلاف اللي بينه وبين الفلامينكو. في الوضع الكلاسيك الجيتار بيبقى شبه مايل بزاويه حوالي من 45 ل 60 درجة مثلا، وتقريبا الايد او الدراع بتاع الجيتار ده بيبقى في شبه موازي لعينك في الوقت دوت. طبعا بتسند رجلك، بتحط عليها من تحت مثلا مسند مخصوص للجيتار او مكعب خشب او اي حاجة يعني، علبة، بس العلبة تكون ناشفة شوية تستحمل رجلك وتقلها عليه، بس بترفع رجلك الرفعة ديت عن الارض، وبتقدر بعدها بقى بتحط ايدك على الجيتار. الجيتار الكلاسيك انا عايز ايدك تبقى مدوره على الجيتار، ايدك مدوره على الجيتار اللي هي اليمين، ما تبقاش بالركوز بتاع الفلامينكو بتاع الصباع السادس على الصباع الابهام على الوتر السادس. لا، الايد تبقى حره كلها، لان الصباع الابهام ده بيتحرك على الاوتار البيز، بيدي نغمات في اوقات مختلفه كتيره في الكلاسيك وفي مقطوعات الكلاسيك. والاصابع بتاعتك الاي والام والاي بيتحركوا على الثلاث اوتار رفيعين غالبا، ممكن يتحركوا طبعا في اي حته يعني، الاصابع كلها بتعزف كل الاوتار، اوعى حد يثبت اصابع معينه لاوتار معينه. ولكن هو في الكلاسيك هتلاقي غالبا النغمات الغليظه بتتلعب بالصباع الابهام، وفي الوقت اللي انت بتعزف فيه في نفس الوقت النغمات الحاده بتبقى بالاي والام والاي. ف
فانت ايدك هتبقى شبه فيها استدارة، نوع من الاستدارة، وانت بتعزف اللي انت عاوزه. في برضو الابوياندو في الكلاسيك برضو، وفي التيراندو. وفي التيراندو فانت لازم تبقى بتقدر تعمل الستايلين بايدك اللي هي مدورة دي. في الايد الشمال خلي بالك بقى في الستايلين، في الفلامينكو وفي الكلاسيك، بشوف ناس بتشعلق صباعها الابهام من ورا الجيتار كده وبيعزف، والاقي الصباعين دول نازلين مدلدلين من تحت المسطره. انت بتعزف بصباعين دلوقتي ومساهم استسهل الموضوع وما بتمرنش معاك الاتنين التانيين دول. انت دلوقتي في مقطوعه بتعزف هنا، انت محتاج تبقى دلوقتي على الحته العاليه بتاعت الجيتار دوت علشان تتنقل صباعك ده يتفك وتتحرك، وبعدين تدور انت هتنزل فين وتطلع بالصباع اللي انت عايز تطلع له. انت خدت وقت طويل جدا، مش هينفع كده في المستقبل. انت هتعزف حاجات هتبقى سريعة، فالصباع المتشعلق فوق ده انا مش عايزه يتشعلق خالص، انا عايزه ورا المسطرة سهل يتحرك. انت كنت هنا بقيت هنا، خلاص تقدر تتحرك في الحتة اللي انت عايزها. في نفس الوقت ايدك كلها على المسطرة، مش عايز صوابع تحت تاخد وقت عشان اطلع اعملها كده. وبالاضافة كمان انك انت الكوع بتاعك اتقلب شوية، بدل ما انت بتعزف المفروض كده ايدك بتاخد على كده، وابتدي العظم وابتدي الغضاريف تاخد على انها تاخد الوضع دوت، انت خليته كده واستسهلت وبتعزف كده. تيجي بعد كده تعزف صح تلاقيه صعب عليك، هتضطر بقى تميل كده وهتعمل حركات بجسمك ضد اللي انت اتعلمته قبل كده. ولو اتعلمت عادة سيئة عادة بيبقى صعب التخلص منها غير الطالب الجديد اللي بيبدأ من اول وجديد. فلو انت هتبدأ من اول وجديد حاول انك انت تبدأ صوابعك كلها في اتجاه المسطرة كده بتاع الجيتار، حتى لو انت ما بتعزفوش او موجود موجود ومستني دوره، مستني دوره، واقرب ما يكون للاوتار، واقرب ما يكون للاوتار. ما تشيلش ايدك عشان هتاخد وقت عشان ترجع، كل ما تشيل ايدك وترجعها هتحتاج وقت. الوقت ده احنا بنتكلم في كسور من الثانيه، محتاج تلحق النوته اللي بعدها في كسر من الثانيه. فمش هينفع انك انت ايدك تبقى بره المسطره خالص، لازم ايدك على طول تبقى حاضره، حتى لو الصباع ما بيشتغلش بس موجود برضه في مكانه، عشان بعد كده هيعزف وهتلاقي نفسك عايز تروح قريب منه او بعيد عنه، هتلاقي الموضوع بالنسبه لك سهل. اتمنى انكم تاخدوا بالكم من النقطتين دول في الستايلين بتوع الجيتار الفلامينكو او الكلاسيك او الجيتار الاسبانيش اللي انت هيبقى عندك يعني، لان في ناس كتيره بعتت قالت لي ان اغلب الناس هيبقى عندها جيتار كلاسيك وهتحتاج انها تعزف بايدها. اللي انا عملته ده دلوقتي، حتى كمان لو انت بتعزف بريشه حاول نفس القواعد برضو، انك انت ايدك تبقى موجوده حاضره في مكان المسطره وما تشعلقش ايدك دي خالص، مش عايز اشوف الصباع ده فوق خالص. في بعض الكوردات بعد كده هتيجي بانك انت بتعزف مثلا الوتر اللي فوق، بتعزف النغمه الاف شارب مع الوتر الري عشان مثلا ده مرحله متقدمه ان انا بعزف بيها مثلا كوردات، ومحتاج الكورد دوت مع النغمه البيز ديت، فدي الطريقه الوحيده اللي انا هعزف بيها الاف شارب، لان الصباع ده اتعمل بره، هعزف بس النغمات الحاده بتاعت الكورد اللي بس انا عايز الاف شارب معاه، هضطر ادخل صباعي كده. بس طبعا يا جماعه احنا بنتكلم على مستوى متقدم وكورد معين انت عايزه في الحته الفلانيه بالنغمه البيز دي، فما تخليش دي الحاله العامه بتاعتك، وما تخليش صباعك ده على طول متشعلق فوق الجيتار ده، لان ده غلط مش صح. واشوفك الحلقه الجايه.